السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنبني كلاس مهمته التعامل مع الريكوست. طبعا الريكوست اللي نحن بنرسلها للباك اند وأيضا اللي بنستقبلها من الباك اند. كيف حنتعامل مع هذا الموضوع؟ بكل بساطة حنروح لمجلد الكور ومن ثم مجلد الكلاس ومن ثم بناء CRUD. طبعا أنا حأعمل بيج سميه CRUD. طبعا اختار الاسم اللي بتشوفه أنت مناسب. CRUD أنا بعني فيها Create Read Update Delete، واللي هي طبعا العمليات الأربعة على قواعد البيانات. فأنا بشوفه اسم مناسب. طبعا إذا أنت عندك اسم آخر سمي، ما في مشكلة، ما عندنا اختلاف في الأسماء. تمام، وحسميه طبعا الكلاس CRUD. داخل هذا الكلاس حيكون في الفانكشن اللي حتتعامل مع الريكوست، تمام، اللي حيتم إرساله واستقباله من الباك إند. فأنا هون حأعمل بكل بساطة فانكشن حتكون طبعا من نوع فيوتشر. طبعا حسميها أنا بوست داتا بهذا الشكل طبعا، واللي هي طبعا أكيد أسينك وأويت. طبعا سؤال مهم كتير لإلكم، شو هو نوع اللي نحنا بنتوقع إنه يرجع لنا من هذا الفانكشن؟ شو هو النوع اللي نحنا بنتوقع إنه يرجع لنا من هاي الفانكشن؟ هلا البعض حيقول لي النوع المتوقع هو ماب، صح ولا لا؟ كونه انه نحن النتائج اللي حناخدها من الداتابيس هي اكيد، او اللي عم ناخدها من الباك اند هي بشكل عام هي جيسون، والجيسون لما انا بعمل له جيسون ديكود فهو بالنهايه حيرجع لي كماب. هذا الكلام الى حد ما صحيح، ولكن نحن عم نتجاهل موضوع كتير مهم. نحن بجوز يصير عندنا خطا بسبب عدم الاتصال بالانترنت، نحن بجوز يصير عندنا خطا بسبب انه نحن نكتب اسم صفحه خطا وبالتالي يتصل ويروح على موقع على صفحه خطا وبالتالي يصير في خطا بالريكوست اصلا وما يصل لموضوع انه يرجع لي ماب او جيسون اصلا. فهون انا ممكن يرجع لي ماب وممكن يرجع لي نوع اخر، النوع الاخر انا حعينه. طيب هل في طريقه انا اصلا اقدر اعين نوعين؟ يعني انا لو عملت هون مثلا ستات على سبيل المثال بدي ارجع نوع ثاني، مثلا خلي الماب هو النوع الثاني، حرجع نوع قبل الماب اللي هو مثلا status على سبيل المثال request. طبعا status request هو مش موجود حاليا، انا حانشئه كلاس، انا حانشئه، ولكن نحن بشكل عام بنعرف انه بالدارت لا يمكن انت ولا باي طريقة انك تخلي الفانكشن تقبل نوعين الا بحال واحد، واللي هو طبعا استعمال باكج الدارت زد، واللي هي طبعا بتضيف خاصية البرمجة الوظيفية للدارت طبعا من خلال كتابة كلمة أزر بهذا الشكل. فمباشرة حنلاقيه انه استدعالي مكتبة الدارت زد، واللي طبعا بتعطي الدارت خاصية البرمجة الوظيفية، واللي طبعا من خلاله نحن ممكن نرجع نوعين. النوع الاول اللي هو مثلا الستاتيوس ريكوست اللي انا حانشئه، طبعا غير موجود حاليا انا حانشئه، والنوع الثاني اللي هو الماب. والماب طبعا لانه الداتا اللي حترجع لي من الباك اند هي بشكل عام جيسون، ولما اعمل جيسون ديكود فبالتالي هي حتكون ماب الى حد ما. الستاتيوس ريكوست بكل بساطة أنا حروح أنشئ صفحة حسميها status، تمام، ريكوست بهذا الشكل دوت دارت، تمام. وهون حنعمل نحن انم، حنعمل status request بهذا الشكل، واللي طبعا هو بكل بساطة أنا بعني في حالات الريكوست. طبعا اختار الاسم اللي بتشوفه أنت مناسب، مو شرط تكتب أسماء نفس اللي أنا عم بكتبها، وممكن حتى مو تلتزم بالطريقة اللي أنا عم بتعامل معها، ممكن أنت تلاقي طريقة أخرى أفضل من دي، يعني عادي ما في مشكلة، استعمل الطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة، تمام. هلا هون السؤال المهم، شو هي الريكوست؟ شو هي حالات الريكوست؟ حالات الريكوست عندي ممكن يكون لودينج، انه هو بيحتاج وقت للاتصال، فبالتالي في رح يكون عندي حاله من الحالات واللي هي لودينج. ممكن يكون سكسس يعني نجاح، ممكن يكون فشل، صح ولا لا؟ طبعا فشل هون اللي انا بعني فيه هو الفشل لما بيصل للصفحه مثلا ولكن بيفشل مثلا بمهمه محدده. على سبيل المثال ناخذ مثال عشان تكون الفكره واضحه، انا حاولت انشئ حساب وادخلت بريد الكتروني موجود سابقا، يعني انا مثلا عندي حساب مثلا بتطبيق على سبيل المثال الاي كوميرس وحاولت انشئ حساب تاني بنفس البريد، بهي الحال حيرجع لي فشل. ولكن الفشل هون ما رح يكون بسبب خطا، انما لا حيكون بسبب انه انا عم انشئ حساب بنفس البريد الالكتروني. فالفشل هذا انا اللي عامله من خلال البي اتش بي، فده طبيعي مش ما له علاقه بالسيرفر. في فشل تاني ممكن يصير معي، واللي هو فشل بالاتصال بالسيرفر، تمام، او فشل بسبب انه مثلا الصفحه يكون فيها خطا. بهي الحالة أنا حسمي الفشل هو server failure، تمام، بهي الطريقة. في عندي فشل بسبب عدم الاتصال بالإنترنت، مثلا أنه بجوز جهازك يكون مش متصل بالإنترنت فبالتالي حيعطيني خطأ، الخطأ حيكون بسبب عدم الاتصال بالإنترنت، تمام. فنحن ممكن بهي الحالة نسميه failure أو offline failure، تمام، أنه هو خارج الاتصال بالشبكة، ما في اتصال بالشبكة، تمام. بهي الطريقة نحن بنكون أنشأنا الستاتيوس ريكوست، وكل اللي علينا هلأ أنه نعمل لها import بهي الحالة. طبعا هون أول شيء نحن شو لازم نعمل؟ لازم نعمل await check internet، نفحص هل في اتصال بالإنترنت ولا لا. والله لو في اتصال بالإنترنت ادخل على الإف، ولو ما في اتصال شو يعني؟ هون بهي الحالة صار في خطأ،
فلازم النوع اللي يرجع لي هو status request، وتحديدا status request offline failure، صح ولا لا؟ فبكل بساطة أنا حقول له return، ركزوا معي يا شباب، return left. ليش left؟ لأنه النوع اللي حيرجع لي هو status request، واللي هي وين واللي هي طبعا بالleft مش right. الماب هي right والstatus request left، صح ولا لا؟ تمام. فبهي الحالة حأفتح القوس وحقول له النوع اللي حيرجع لي طبعا هو فعلا status request، النوع status request وتحديدا هو offline failure، يعني عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت لأي سبب كان. تمام. هون طبعا حنحدد إنه هذا const بهذا الشكل، تمام، وفي حال اتصل بالإنترنت بشكل كامل أوكي فالأمور بتكون ممتازة. هعمل بكل بساطة متغير، هيكون هذا المتغير سميه response أنا مثلا، هعمل هون await، هعمل طبعا أنا هون http، هاستدعي مكتبة ال http import http بهذا الشكل ك HTTP. طبعا هلا في البعض ممكن يسألني ليش ما استعملت مثلا الجيت كونكت، صح ولا لا؟ ولكن ببساطة شديدة انت استعمل اللي انت عايزه، يعني انت في اشخاص بحبوا يستعملوا الدايو، في شيء بحب يستعمل HTTP، شيء بحب يستعمل جيت كونكت، كلياتهم جيدين وكلياتهم بيفوا بالغرض بالنهاية. نحن بيهمنا الهدف ما بيهمنا الطريقة، يعني تعدد الطرق والهدف واحد، تمام. فاستعمل اللي انت بتشوفه مناسب، ما في اي مشكلة. هعمل هون انا HTTP بهذا الشكل دوت، طبعا دوت ايش مثل ما تعلمنا بدروس فلتر، دوت بوست، تمام، ببساطه شديده. طبعا هون انا بحاجه 2 بارامترات يكونوا موجودين عندي لان هم متغيرين مثل ما تعلمنا بالدروس السابقه. عندي اللينك يو ار ال، وعندي ايضا الداتا واللي طبعا حتكون ماب. الداتا هي لازم تكون ماب حصرا، واللينك يو ار ال لازم يكون سترينج. فيفضل دائما نحن نحدد الانواع، تحديد الانواع كثير مهم يا شباب. اول شيء طبعا هون عندي اليو ار اي، تمام، دوت بارس، خلينا نقول uri.parse عشان نشفر على هيئة uri. وهون طبعا اللينك url بهذا الشكل. وتاني شيء طبعا عندي البادي واللي هو طبعا الداتا، طبعا عندي الهيدر، الهيدر بنضيفه بعدين مش مشكلة، عشان انه هلا انا ما بيهمني موضوع الحماية والتعامل مع السيرفر، دي اخر شيء لما نخلص بناء الابليكيشن بثانية واحدة بضيف الهيدر، تمام. هلا هون انا شو اللي حقول له؟ حقول له بكل بساطة والله لو الاتصال بالصفحة تم بنجاح، يعني الستاتيس كود مثلا هي 200 او على سبيل المثال هي 201، يعني في حال 200 201، يعني اي شيء 200 يعني صح، يعني في اتصال صحيح تم ببساطه شديده. في حال كان الاتصال 200 201 فمعناتها وجد الصفحه وتم الاتصال بنجاح، تمام. بهي الحاله انا حابني متغير، هذا المتغير حيكون من نوع ماب، حسميه انا response body بهذا الشكل، واللي طبعا حيكون بهذا الشكل. انا حقول له حيساوي json، طبعا لانه حترجع لي بهي الحاله نتائج جيسون، صح ولا لا؟ طالما تم الاتصال بالصفحه وكل الامور تمام فالنتيجه اللي حترجع لي هي جيسون، تمام. وفي حال ما تم الاتصال بالصفحه بنجاح، يعني انا مثلا كتبت اسم صفحه خطا، بهي الحاله شو اللي حيرجع لي؟ ثواني بس لاوضح لكم، حيرجع لي ليفت، تمام، تحديدا حيكون عندي خطا، والخطا حيكون من نوع سيرفر فاليور بهذا الشكل، تمام. ما بننسى طبعا الكونست. طبعا هل خلصنا من الاخطاء؟ لا، ممكن يصير عندي خطا بقلب الكود اصلا نفسه، صح ولا لا؟ دي حنشوف كيف حنعالجها بالفيديوهات السابقه ان شاء الله، ولكن مبدئيا انا عم بوضح لكم الفكره شوي شوي. طبعا هون response.body مثل ما تعلمنا بالدروس السابقه. طبعا هون انا شو رح اقول له؟ حقول له اعمل لي return لمين؟ للresponse body. والresponse body شو نوعه؟ ثواني، هون عندي خطا انا بكتابه response body بهذا الشكل. طبعا الresponse body شو نوعه؟ مثل ما شايفين نوعه ماب، وانا بالتالي اعطيه قلت له status request او ماب، فهون انا حرجع الماب، فلذلك حاختار الرايت، عفوا اختار رايت بهذا الشكل طبعا، وحقول له رجع لي الريسبونس بادي ببساطه شديده. بهذا الشكل انا بكون بنيت الفانكشن. اول شيء اذا في عندي اتصال بالانترنت ادخل على الاف، واذا ما في اتصال مباشره رجع لي خطا من نوع اوفلاين فاليور. هلا لو دخلنا وعملنا ريكوست على صفحه والصفحه كانت موجوده وتم الاتصال بالصفحه بنجاح، بكل بساطه رجع لي الداتا او الماب اللي حترجع لي. وفي حال ما تم الاتصال بنجاح فبكل بساطه عمل لي هون سيرفر فاليور، بالتالي في خطأ بسبب الاتصال بالسيرفر، الصفحة مش موجودة ايا كان، فحيعطيني بهي الحالة خطأ. طبعا بهذا الشكل بتكون الفانكشن انتهت بشكل كامل وكل الامور تمام. طبعا انا ممكن اعمل بس شيء احتياطي اضافي، يعني في حال لو حصل خطأ ضمن هذا المجال ممكن هون اعمل try على سبيل المثال، وبعدها اعمل catch مثلا وامسك الخطأ اكيد من خلال مثلا، ممكن اكتب دي ما في مشكلة، ايا كان يعني سبب الخطأ. ممكن انا هون شو اعمل؟ هقول له رجع return مثلا
ليفت اللي هون مثلا status request على سبيل المثال dot server failure، يعني في عندي خطأ حصل بسبب شيء محدد أنا مش عارفه، يعني مش عارفه بالضبط، قد يكون اتصال بالسيرفر خطأ أو قد يكون هناك مشكلة بالكود أيا كان، فأنا ممكن أكتب هون server failure تمام بهذا الشكل. طبعا ما بنسى الكونست، وطبعا الكود بيرجع بيلصقه بهذا المكان. طبعا بيجوز يكون عندي خطأ بالفانكشن، انا لسه ما جربت الفانكشن، الفانكشن حنجربها بالدرس القادم، بنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس. بتمنى يا رب الدرس يكون واضح وسهل وعجبكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.